رمضان رمضان، اللهم بلغنا رمضان. دون أي مبالغة ومن غير هزار وبجد من قلبي، أنا من الناس اللي تحب رمضان حب غير طبيعي، بحبه معرفش ليه. وهتيجي تقولي يعني إيه ما تعرفش ألست مسلم؟ يا عم أيوة ما هو مسلم ومؤمن وبصوم رمضان تقريبا من عندي 7 سنين، مش دي القصة. هي القصة بالنسبة لي إن رمضان حالة كده موجودة في مصر، مش بس الحالة الروحانية، الحالة الدينية، رمضان حالة مصرية. ما هو رمضان موجود في كل الكرة الأرضية، وهناك مسلمين في شتى بقاع الأرض. رمضان في مصر حاجة تانية. يعني لما تيجي تسأل إخواننا وأصدقائنا وأشقائنا مثلا في أي دولة عربية تقوله تحب تقضي رمضان فين، أول حاجة هيقولها لك أقضيها في مصر رمضان. ده لو مش هنعمل عمرة رمضان يعني، ده موضوع تاني. لكن بعيدا عن المناسك، رمضان في مصر مفيش زيه. وبالمناسبة بالذات رمضانين، أو قصدي منطقتين، رمضان في القاهرة ورمضان في طنطا. شيل الله يا سيد يا بدوي، الاتنين دول فيهم رمضان حاجة تانية خالص. تحس بكل حاجة من بتاعة زمان. بفتكر فيه طفولتي وأنا صغير، بس دي حدوتة تانية. عندما نقبل على رمضان لازم دايما نسأل إيه الأخبار، السلع، المنتجات، أمر الدين، التمر اسمه ايه ده، التمور وتمر هندي، مش الحاجات دي. سيبك يا عم من السوبيا دلوقتي، خلينا في الاساسي، الحاجات اللي احنا مفيش غنى عنها في رمضان، الاكل والشرب. ده مما لا شك فيه اللي هو اكلنا بتاع الفطار، يعني مثلا الرز واللحوم والدواجن. عاده ما بناكلش اسماك في رمضان. مثلا نسال على اسعار الزيوت، نسال على اسعار التمور، نسال على اسعار المكسرات اللي ربنا فتحها عليه يعرف يجيب مكسرات، حاجات من هذا القبيل. قمر الدين طبعا حاجه جميله. طيب يا رب وسع على كل خلقك. خلونا نحاول نفهم تفاصيل حول استعدادات وزارة التموين لرمضان، هيبشرونا بالخير أنا متأكد. المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بشكر أستاذ، بشكر على مشاهدينا الكرام، وكل سنة وشعب مصر بخير اللهم أمين إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا باشمهندس. اللهم أمين إن شاء الله. طمني على استعداداتنا لرمضان والمعارض بقى الحلوة اللي المواطن ينزل يقدر يشتري من غير ما الميزانية بتاعته تخستع. تمام إن شاء الله. شهر رمضان كل سنة طيبين، هيبدأ المعرض الرئيسي تحت رعاية دولة مجلس الوزراء وبقيادة معالي وزير التموين الدكتور علي مصلحي ومعالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين واتحاد الغرف التجارية في أرض المعارض يوم 24 مارس حتى 1 إبريل بتخفيضات من 20% لـ25%. دي نمرة واحد. يتزامن مع المعارض في جميع أنحاء المحافظات، حيث تم الاتفاق مع معالي وزير التموين والسادة المحافظين بإنشاء معارض في جميع المحافظات ومعارض فرعية في المراكز التابعة لها. بجانب إن شاء الله هذا العام هيكون في حدود 6000 منفذ على مستوى الجمهورية تعرض سلع رمضان بهذه التخفيضات. تكون على النحو التالي: الشقة القابضة للصناعات الغذائية التي تمثل في الشقة المصرية والعامة والإسكندرية والنيل والأهرام واجي بحري وابلي واسكندريه، هيكون فيها 1300 منفذ بتقدموا خدمات وسلع بتخفيضات من 20% لـ25%. تزامن معها 160 شادر على مستوى الجمهوريه، تزامن معها 200 قافله من السيارات الحموله النص طن ونص والخمسه طن هتجوب ان جميع انواع الكره والنجوع الاكثر احتياجا بنفس التخفيضات ونفس السلع الاستراتيجيه. اذا زمن معنا السلاسل التجاريه النهارده القطاع الخاص بقى شريك مع القطاع العام بالسلاسل 1250 فرع من السلاسل التجاريه بجانب المحلات الاخرى اللي شاركت معانا هذا العام. كل محل من هذه المحلات بيعمل جزء معرض اهل رمضان في المحل بتاعه، بتتضمن السلع الاستراتيجيه اللي هم ال 14 سلعه استراتيجيه بنفس الاسعار ونفس التخفيضات، بحيث تكون هذه الاسعار متماثله في جميع منافذ اهل رمضان بالمواصفات والجوده والاوزان وبنفس الاسعار حتى هناك تكون منافسه شريفه في هذا الشهر الكريم. معالي وزير التموين قعد مع طبعا في شهر رمضان سيادتك بيحتاج يعني بيبقى فيه الاحتياجات اكثر 50% من الشهور الاخرى للعادات اللي حضرتك اشرت عليها، العادات الرمضانيه في مصر. فطبعا احنا عاملين استعداد لهذا الشهر من 3 شهور مضوا، حيث تم عده سلسله اجتماعات مع الساده المنتجين والمستوردين واصحاب المصانع ليحدث هناك تخفيض حقيقي من المنبع حتى يصل الى المستهلك. يعني التخفيضات هتكون من المصانع والمنتجين والمستوردين تصل الى السلاسل ومنافذ البيع حتى يتم
يتم التخفيض على ارض الواقع بتخفيضات ال 20 ل 25. في السلع طبعا مخزون كافي جدا 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 من السلع لشهر رمضان، من سواء السكر، الرز، الزيت، الدقيق، الصلصه، السمنه، الزيوت، الدواجن، اللحوم، اليميش، البلح، كل هذه السلع متوفره. نطمن الناس برضو من خلال برنامج حضرتك الجيد بان جميع السلع متوفره، ويمكن القياده السياسيه حريصه على زياده هذا على زياده المنافس هذا العام، وضخ اكثر من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستيه والمخازن، اللي الحمد لله تم انشاء 1500 مخزن في واقع بيحري وابلي لاستعاده اي مواد ناقصه فيها على الفور في المنافذ التابعه لوزاره التموين. فهناك خطه موضوعه لاحتياجات شهر رمضان من خلال دراسه الاحتياجات ودراسه الاستهلاك لشهر رمضان وما بعد شهر رمضان، ونطمن الناس على المخزون الاستراتيجي. بس نوجه رساله ان ما حدش يخزن سلع وما حدش يسمع اي شائعه على السوشيال ميديا. السلع متوفره والسلع امنه في مصر والغذاء امن في مصر، وعندنا الحمد لله وصلنا اكتفاء ذاتي من السكر، عندنا اكتفاء ذاتي من الزيت من الارز، عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، والزيت عندنا بتستهلك من 60 ل 70 الف طن تمويني، عندنا اربع شهور ونص متعبي جاهز، وان شاء الله في تعاقدات لبعد ست شهور وسبع شهور. السكر عندنا ست شهور ونص، الفول متوفر والعدس والحاجيج، كل السلع معمول احتياطياتها ومعمول حساباتها من فتره زمنيه من شهرين ثلاثه، لنطمن الشعب المصري السلع هتكون متوفره وباسعار جيده هذا العام. حلو جدا، كلام جميل، كلام رائع، ما اقدرش اقول حاجه عنه. سؤالي بقى حضرتك، قلت لنا ان التخفيضات هتبقى بنسب من 20 ل 25%. تمام. النسبه دي محسوبه على الاسعار الحاليه، يعني عشان ما يجيش مثلا سلاسل تجاريه او يروحوا جايين رافعين السعر وبعد كده يقول لك اصل انا حطيت خصم 20 وحطيت خصم 25 يبقى يا مولاي كما خلقتني. لا سيادتك، لو كنت متابع لسه اول امبارح كان في اجتماع مع وزير التموين والتجاره الداخليه مع اصحاب المناصع والسلاسل، وتم الاتفاق على الاسعار والتخفيضات في قلب الاجتماع، والسكر اتعمل تخفيضات كذا بنفس، قال لهم بسعر الجمله والسعر اللي قبل الجائحه والظروف اللي احنا فيها، يعني سعر الجمله والسعر اللي قبل ظروف الحرب اللي احنا فيها، يعني نفس الاسعار القديمه بسعر الجمله. ان شاء الله هتكون الاسعار في معارضنا على جميع منافذ اللي هي مشتركه معانا في معرض اهل رمضان. طيب السلع اللي هتبقى متوفرة هي السلع اللي احنا معتدين عليها في مجمعاتنا الاستهلاكية إلى آخره، ألا وهي المنافذ المملوكة للدولة، وطبعا السلع بقى المتوفرة في السلاسل التجارية دي متروكة ليهم. لكن احنا لا استاذن معليك، بس في حاجة قول. انا قلت لك ان تم الاتفاق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهم اللي اشتركوا معانا على محض ادارتهم وقدموا طلبات بالاشتراك في معارض رمضان، فهيكون ملتزمين بالاسعار والتخفيضات اللي قعدوا اتفقوا معاه مع معالي الوزير الاول امبارح. لا انا فاهم ان هم انا فاهم ان احنا متفقين على الاسعار وعلى التخفيضات، انا بتكلم على تعددية السلع، يعني ان انا هيبقى في عندي تنوع في السلع، ما هياش سلعة ولا اتنين ولا تلاتة، انا بتكلم على كل السلع. لا الاستراتيجية الهامة في اهل رمضان. حلو. كل السلع الاستراتيجية هيبقى فيها تخفيضات في شهر رمضان من 20 ل 25%. ده كلام اكتر من جميل، اشكرك جدا باشمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.